كالعاده كده الكيمستري بتاعته برضه الكيمستري بتاعته دي هتلسي معايا رسمه عشان هتذاكر بيها زي الفيتامين بي 12 بس الرسمه مش عليك بس هترسمها. هناخد رينج كده فيها هنا 2 نيتروجين مقفول فيها هنا 2 نيتروجين بس عشان عشان من غير الاستراكشر دوت مش هنفهم حاجه خالص في الحس. وبنرقمهم كده 1 2 3 4 بعد كده دي 5 6 7 8 بعد كده في دبل بولز زي البنزين رينج عادي خالص كده وهنا نفس الكلام. الرينج دي مهم جدا اسمها بس اسمها ايه؟ اقول له اسمها بتريدين رينج يبقى رينج دي اسمها بتريدين رينج بتريدين رينج دي مش هناخدها الا بفوليك اسيد بتريدين رينج دي مش هناخدها الا بفوليك اسيد اسمها بتريدين رينج. بنزود عليها شويه حاجات هنا مش مهم تحفظ بقى يعني بنزود هنا مجموعه امينو وبنزود هنا او اتش وبنزود على الست هنا سي اتش 3 هو اهم حاجه بس على الست دي انا هعرفها دلوقتي. طيب يبقى دي اسمها بتريدين رينج مش مهم المهم الاسم بس بتريدين بتريدين رينج. طيب بتريدين رينج دي هنيجي جنبها هنا كده ونوصل نرسم حاجه ثانيه ادي بنزين رينج عاديه خالص اهي بنزين رينج عادي خالص بس هنيجي هنا ونحط سي او او اتش ده اسمه ايه؟ بنضرب في الثانويه العامه اسمه ايه؟ اسمه بنزويك اسيد يبقى ده اسمه بنزين رينج مع سي او اتش يبقى اسمه بنزويك اسيد. لو البنزويك اسيد ده انا زودت عنده قصاد السي او اتش هنا في البارا بوزيشن هنا زودت حاجه اسمها ان اتش 2 فهسميه كده امينو بنزويك اسيد. الامينو دي فين؟ اقول له محطوطه في البارا بوزيشن قصاد السي او اتش دي يبقى هيبقى اسمه كده بارا امينو بنزويك اسيد. ده مركب تاني خالص انا يعني عندي حاجه اسمها بتدين ايه وعندي حاجه اسمها بارا امينو بنزويك اسيد بيتكتب باختصاره كده بارا امينو بنزويك اسيد. ممكن اوصل الاثنين دول في بعض ممكن اوصل البتيدين ايه في البارا امينو بنزويك اسيد ازاي؟ اشيل اتش من هنا فدي تبقى سي اتش 2 واشيل اتش من هنا واوصل كده يبقى انا وصلت البتيدين وصلت البتيدين دي في البارا امينو بنزويك اسيد وصلت البتيدين مع البارا امينو بنزويك اسيد يطلع ايه الاثنين دول اسمهم ايه؟ اقول له يطلع اسمهم كده بترويك اسيد. يبقى لو انا البتريدين رينج اتوصلت مع الاسيد بقى اسمه كله على بعضه بترويك اسيد. بترويك اسيد. طيب وبعدين؟ وبعدين نرسم في الاخر هنا مركب جديد سي في ناحيه سي او او اتش وفي ناحيه ان اتش 2 وفي ناحيه اتش وبعد كده ده امينو اسيد عادي زي امينو اسيد في البروتين بس كتكملته بقى هنا سي اتش 2 CH2 COOH رسمت لكم مره قبل كده اسمه جلوتاميك اسيد. رسمناه واحنا قلنا لما بيحصل عليه كربوكسيليشن لما بتحول البري بروترومبين للبروترومبين باستخدام الفيتامين اي. المهم ده اسمه جلوتاميك اسيد. فممكن بقى الجلوتاميك اسيد ده نوصله فيهم ازاي؟ عادي خلاص نشيل او اتش من هنا ونشيل اتش كده ونوصل كده. يبقى انا كده وصلت البترويك اسيد وصلت البترويك اسيد مع جلوتاميك اسيد يطلع المركب اسمه ايه؟ اسمه بترويل جلوتاميك اسيد. يطلع اسمه بترويك اسيد مع جلوتاميك اسيد اسمه كده بترويل جلوتاميك اسيد. ده الاسم العلمي للفوليك اسيد هو ده الفوليك اسيد. نقول تاني انا في الاخر هحفظ لك كلمات بتريدين بارا امينو جلوتاميك دول عملوا الفوليك اسيد
بس الرسمه دي مش هنعرف نمشي الحصه من غيرها، لان احنا هنرفع عليها حاجات فيها دلوقتي قبل ما نمسحها. ماسك معاها بارا امينو بنزويك اسيد عاملين البيترويك اسيد، والبيترويك مع الجلوتاميك عامل بيتروي جلوتاميك اللي هو الايه؟ اللي هو الفوليك اسيد. طيب قبل ما نمسح الرسمه دي اللي انت رسمتها وبين عندك دلوقتي عشان مهمه، هنكمل عليها شويه حاجات عشان مش هقعد عليهم تاني. ايه بقى؟ احنا وصلنا في التقييم لغايه كام؟ 8. CH2 دي اللي هي كانت CH3 9. وال NH بتاعت البارا امينو بنزويك اسيد اللي هي بعدها دي 10. بس احنا عاوزين نوصل في التقييم لغايه هنا. يبقى انا عندي دلوقتي لغايه هنا 8 وبعد كده 9 10. في الهامش هتكتب الكلام اللي انا هقوله ده من غيره، مفيش حصه خلاص، من غيره هتقعد نايم بقى لغايه ما نخلص، مش هتفهم ولا كلمه. يعني من غير الكلام اللي هقوله ده على الرسمه دي وتتحفر في دماغك دلوقتي عشان لما امسح هسترجع الرسمه دي كل شويه اقول لك فاكر كذا، يبقى انت لازم تكتب الكلمتين دول معايا. ايه بقى؟ الراجل ده اسمه دلوقتي فوليك اسيد، صح؟ الرسمه اللي قدامك دي اسمها فوليك اسيد. الفوليك اسيد ده ملوش لازمه، ما بيشتغلش، ان اكتف ولا يلزمنا في حاجه. طيب امال ايه الاكتف فورم؟ اقول له الاكتف فورم اسمه كده. فوليك اسيد ده لازم يتحول لحاجه اسمها تترا هايدو فوليك اسيد. الكلمه دي مهمه جدا هيتعاد كل شويه دلوقتي. تترا هايدو فوليك اسيد. هنكتبها على طول كده وهتتكتب في الامتحان كده وكله كده، اسمها كده تترا هايدو فوليت اهو. ده الاختصار بتاعها. محدش يقعد يكتب تترا هايدرو فوليك اسيد، مش كده؟ تترا هايدرو فوليت. يعني ايه تترا هايدرو فوليت؟ يعني هضيف على الفوليك اسيد ده عشان يشتغل اربع هيدروجين. بص الاربع هيدروجين بيضاف فين؟ اهو. هنكسر البوند دي. ونكسر البوند دي. عد معايا كده. الان دي محتاجه بوند بدل الكسر، احط لها اتش. وسته دي محتاجه بوند بدل الكسر، احط لها اتش. وسبعه دي محتاجه بوند بدل الكسر تحط لها اتش. وثمانيه دي الهيدروجين دي محتاجه بوند بدل الكسر تحط لها اتش. يبقى انا ضفت كام اتش؟ ضفت اربعه. التترا هيدروفوليت ده لما يسالني في الامتحان ده ايه؟ اقول له خمسه سته سبعه ثمانيه تترا هيدروفوليت، يبقى الارقام دي تتحفظ. يبقى تترا هيدروفوليت ده الهيدروجين فين؟ اقول له خمسه وسته وسبعه وثمانيه. انا لما اجي اقول فين بقى في اي مركب، لما يرخم عليا قوي في اي مركب عارف ان هم فين؟ في البتيدين رينج. الهيدروجين اللي بيتشال اللي اتحط هنا حط عند خمسه وسته وسبعه وثمانيه بتاع البتيدين رينج اهو. فانا بيتكتبوا كده في الامتحان تترا هيدروفوليت كده كده خمسه سته سبعه ثمانيه تترا هيدروفوليت. يعني هيدروجين عند خمسه وسته وسبعه وثمانيه. طيب دي المعلومه الاولانيه. نيجي على المعلومه الثانيه. الفوليك اسيد اللي قدامنا على السبوره ده في كام جلوتاميك اسيد قدامي؟ ها؟ كام جلوتاميك اسيد؟ المركب اللي قدامي ده في كام جلوتاميك اسيد؟ واحد بس صح اهو. انا عندي بتريدين ايه؟ بارا امينو وايه؟ وجلوتاميك اسيد. عشان كده الفوليك اسيد ده بيسموه مونو جلوتاميت. فلما يسالني يقول لي الفوليك اسيد ده ايه؟ اقول له ده مونو جلوتاميت. تقول لي يعني في بولي؟ في اكتر من واحد؟ اقول لك اه، بس البولي ده ينأكتف. يبقى انا لما اجي اقول لك دلوقتي كلمه بولي فوليك اسيد بس بولي جلوتاميت، يبقى الكلمه دي موجوده في حاجه اسمها بولي جلوتاميت. اه بيبقى ساعات الفوليك اسيد بدل ما ده جلوتاميك اسيد واحد تبص تلاقي ثلاثه اربعه لغايه سبعه، تلاقي ماسك اكتر من ايه؟ جلوتاميك اسيد. بس طول ما في جلوتاميك اسيد كتير البولي جلوتاميت ده اكتب عليه انأكتف، ما بيشتغلش. يبقى الفوليك اسيد الاكتف اللي بيشتغل في شرطين. الشرط الاولاني يبقى عليه اربع هيدروجين وعرفت مكانه. الشرط الثاني ان يكون مونو جلوتاميت مش بولي. ما يبقاش في اكتر من جلوتاميك اسيد، لازم يبقى في جلوتاميك اسيد واحد. طيب المعلومه الثالثه. اقول له احنا لما هنيجي نشتغل دلوقتي على الفوليك اسيد ده هنعرف ان الهيصه دي كلها شغلتها حاجه واحده بس، عارفين ايه؟ تشيل كربونه، تشيل حاجه اسمها 1 كربون يونت، وحده من الكربون. هو ده شغلة المركب الكبير قوي اللي قدامكم ده، شغلته ان هو يشيل كربون. طيب كربون زي ايه يعني؟ اقول له زي CH3. انا عاوز اشيل CH3 دي اللي هي مجموعه الميثايل، عاوز اخدها من مكان انقلها لمكان تاني زي ما هنعرف دلوقتي. طب مين العظيم اللي يشيل CH3؟ اقول له اللي يشيل CH3 ده هو الفوليك ايه؟ هو الفوليك اسيد. السؤال الـ CH3 دي عاوزه كام بوند تمسك بيها في المركب؟
واحده بس صح ولا غلط؟ السي اتش سي عاوز كام؟ طب امال لو انا عاوز اشيل سي اتش 2 محتاج كام بوند؟ صح اثنين. طب ما انا عايز سي اتش ثلاثة صح كده؟ طب بصوا كده معايا، لو انا عاوز اشيل المركب ده اهو عاوز يشيل سي اتش 3 عارف بيشيلها ازاي؟ يجي مثلا عند ان 5 دي ويقوم فاقد الهيدروجينه دي وتقوم السي اتش 3 متوصله هنا مكانها، وبعدين لما اروح للمركب اللي انا هسلمه سي اتش 3 اديها له واخد منه الهيدروجينه بتاعتي. حد فاهم حاجه؟ يبقى الفوليك اسيد ده يروح للمركب هياخد منه سي اتش 3 ياخدها ويسيب له هيدروجين يقول له اتفضل هي الهيدروجين اللي هنا، وبعدين لما يروح للتاني يقول له خد السي اتش 3 بس هات ايه؟ بس هات الهيدروجينه بتاعتي. فاهم كده؟ يبقى انا ممكن اشيل السي اتش 3 عندي كام؟ دي اسمها ان كام؟ عشان هو كل شويه دلوقتي اسمها كام؟ ان 5. وممكن اعمل نفس الحركه عند ان 10 اشيل الهيدروجينه دي واقوم موصل هنا سي اتش 3. فتبص تلاقي دلوقتي انا بقول لك ايه؟ الميثايل دي اتشالت عند ان 5، تبقى انت فاهم يعني ايه؟ اتشالت عند ان 10، يبقى هو بيشتغل بالدرعين دول. اكتب كده المعلومه اللي بعدها، ان 5 وان 10 اكتب جنبهم كده الارمز دراعات الفوليك اسيد، هما دي الحاجه اللي بيشتغل بيها. ان 5 وان 10 ممكن يشتغل بدراع واحد لو مش محتاج غيره. انا عندي سي اتش سي احطها عند ان 5 او احطها عند ان 10. طيب امال انا لو هشيل، بص كده بقى معايا، لو هشيل سي اتش 2 ده انا عاوز 2 بوند صح؟ يبقى هفقد كام هيدروجينه؟ 2. افقد الهيدروجينه اللي عند 5 واوصل كده، وافقد الهيدروجينه اللي عند 10 واوصل كده. يبقى السي اتش 2 اتشالت بكام حاجه؟ ها؟ اتشالت بكام؟ بالان 5 وبالان 10 بالاثنين مع بعض. فهمتوا القصه؟ يبقى انا لما اجي اقول السي اتش 3 تقول لي محتاجه دراع واحد بس، لا اما ان 5 لا اما ان 10. بس لما اجي اقول سي اتش 2 تكتب كده ان 5 ان 10 الاثنين مع بعض، لان انا في ناحيه هي عاوزه اصلا 2 بوندز. يبقى الان 5 تشيلها من حته من ناحيه من دراع، والان 10 تشيلها من دراع الثاني. طب افرض هي ان اتش تبقى عاوز كام دراع؟ 3. هزود هنا بوند وتبقى دي بوزيتيف للتشارج، مش احنا عارفين ان النيتروجين ممكن يعمل بوند روعه؟ يبقى نفس الكلام، يبقى حتى لو محتاجه 3 تبقى ايه؟ ها؟ تبقى برضه ان 5 وان كام؟ وان 10. تاني لما اجي اقول لك الفوليك اسيد ده بيشتغل ازاي؟ تقول يا دكتور عنده حاجه اسمها ان 5 نيتروجين 5 والنيتروجين 10، دي معاها اتش ودي معاها اتش. لما يحب يشيل حاجه واحده بدراع واحد زي مجموعه الميثايل يفقد الهيدروجين اللي هنا او الهيدروجين اللي هنا. يبقى عنده مثلا عند ان 5 الهيدروجين تروح ويمسك سي اتش 3. او يعملها عند ان 10. بس لو حاجه محتاجه دراعين يبقى عند ان 5 وعند ان كام؟ وعند ان 10. طب لو محتاجه 3 برضه عند ان 5 وعند ان 10. يبقى الان 5 والان 10 دول هم الدراعات بتوع الفوليك اسيد، هم دول اللي بيشتغلوا، هنا في هيدروجينه وهنا في هيدروجينه فبيشتغلوا مع بعض بالقصه دي. فاهم الموضوع ده؟ طيب نبدا بقى، احنا لغايه دلوقتي ما قلناش حاجه. يعني دي كلها انتروداكشن كده عشان نفهم بقى احنا بنقول ايه. النص دي مهمه. بص بقى معايا كده. أنا في الكيمستري مش عاوز صوت عشان خاطر بعد إذنكم. أنا في الكيمستري بعد الدوشة دي كلها وأنا بذاكر بقى في الآخر خالص هكتب كده. هكتب إن أنا عندي حاجة اسمها بتريدين رينج زائد بارا أمينو بنزويك أسيد طلع حاجة اسمها بترويك أسيد. السطر الثاني البترويك أسيد زائد الجلوتاميك اسيد يساوي حاجه اسمها بترويل جلوتاميك اسيد اهو. بترويل جلوتاميك اسيد يساوي الفوليك اسيد. بس خلاص هو ده اللي انا عاوزه في الكيمستري مع النوتس اللي هنا، ان الفوليك اسيد باين اكتر واللي بيحصل اكتيفيشن عطينا نضيف 4 هيدروجين، وال4 هيدروجين دول بيبقوا عند رينج في 5 او 6 او 7 او 8، وان الجلوتاميك اسيد اللي موجود ده لازم يبقى واحد بس عشان يبقى اكتف. لو بولي جلوتاميك يبقى الراجل ده ايه؟ يبقى الراجل ده ان اكتف، وان هو بيشتغل عن طريق ان 5 وكام؟ وان 10 لوحدها او الاثنين مع بعض. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للكيمستري. مش عاوز اي حاجه ثانيه تيجي خالص. ناخد الرسمه بتاعه الابزوربشن والترانسبورت، نرسم بقى مع بعض كده رسمه الابزوربشن والترانسبورت والستورج اللي انا مهم بالظبط زي الفوليك اسيد زي الايه؟ الفيتامين بي 12 كده.
احنا عندنا ادي الانتستين، ادي الانتستينال سيل، ادي التيشو اللي هيحصل فيه اليوتيلايزيشن او الاستورج. ركز معايا كده، احنا عندنا الانتستين اهي، البراش بودر بتاعها هنا كده، وادي بعد كده الانتستينال سيل هيخش بعد كده على التيشوز، وبعد كده ايه يتخزن او يحصل اليوتيلايزيشن. بص معايا، الفوليك اسيد احنا بناكله ازاي؟ قال الفوليك اسيد ده احنا بناكله بس بيبقى عباره عن بولي جلوتاميت. يبقى انت هتعمل زي ما انا بكتب كده بالظبط، يعني البتريدين رينج مع البارا امينو بنزويك اسيد اللي هو البتريدين اسيد، بس ماسك مع بولي جلوتاميت من 3 ل 7، مش واحده بس، مش مونو اللي احنا عاوزينه، ده اللي موجود، ده اللي متخزن في البلانتس في الهرم. فاحنا بناخده ينزل الانتستين. ربنا خلق لنا على البراش بولدر دي بتاعه الانتستين في الانتستينال سيل هنا انزايم اسمه كون جيوجيز، هتحفظ اسمه، اسمه كون جيوجيز. كون جيوجيز بيعمل ايه؟ يطير كل الجلوتاميك ده ويسيب واحده بس، عشان الراجل ده لما يعدي يخش جوه الانتستين يبقى عامل كده، عباره عن البيتوريك اسيد مونو جلوتاميت اللي احنا عاوزينه. يبقى انا اكلته بولي اتهضم واتكسر بالكونجيوجيز وحصل له ابزوربشن مونو مش بولي. يبقى انا لو عندي حاجه اسمها مال ابزوربشن سندروم او ديستراكشن للميكوزا بتاعت الانتستين والكونجيوجيز ده مش موجود، الفوليك اسيد يحصل له ابزوربشن ولا لا؟ لانه هيفضل ايه؟ هيفضل بولي، واحنا ما بنقصش البولي، احنا بنقص مين؟ المونو. طيب المونو ده بعد ما دخل هنا يحصل له اكتيفيشن. يلا حد يقول لي اكتيفيشن يعني اكتيف ايه؟ ها كلمة مهمة جدا اسمها ايه بقى نحفظها؟ ها تترا هيدروفوليك. خلاص؟ ما هو بقى مونو خلاص، الشرط الأولاني اتحقق. نعمل الشرط التاني اللي هو ايه؟ يبقى تترا هيدروفوليك. يبقى كده خلاص، ده كده بقى اكتف فورم اوف الفوليك اسيد. وبعدين؟ قال لي جوه الانتستين التترا هيدروفوليك ده يقوم ينضاف عليه مجموعة ميثايل، ويبقى اسمه كده. ميثايل تترا هيدروفوليك. يبقى تاني هو كان بولي سهل اتهضم عشان يخش مونو، مونو حصل له اكتيفيشن، خد الاربع هيدروجين بتاعه، بعد ما خد الاربع هيدروجين بتاعه اتلزقت عليه مجموعه ميثايل، يبدا يتنقل بالشكل ده في الدم. يبقى انا هكتب على الشكل ده اهو اللي هو الميثايل تيتا هيدروجين، اكتب عليه ايه؟ ترانس بورت فور. هو بيتنقل كده، بيتنقل ميثايل تيتا هيدروجين يوصل التشو اهو، هو التشو هو وصل اهو جوه التشو، ميثايل تترا هيدروفوليك جوه التشو. يحصل ايه فيه؟ اقول له نشيل منه مجموعه الميثايل دي عشان مضايقانا، احنا ما جبناش سيرتها مش عاوزينها دي، عاوزين نرجعه تاني تترا هيدروفوليك اللي هو الاكتف فورم بتاعه. احنا قلنا بس الميثايل دي عدى بيها في الدم. السؤال، عشان اشيل الميثايل دي قلت الحصه اللي فاتت محتاج مين؟ مين اللي بيشيل الميثايل؟ ولو نقص تفضل محجوزه في الشكل ده وما يشتغلش. اكتب بقى هنا كده، اكتب محتاج فيتامين بي 12. لما كان بياخد الميثايل عن كوبالامين يبقى اسمه هو ميثايل كوبالامين، يديه اللي هو مستني يعمل ميثيونين. ويبقى انا دلوقتي اخدت الفوليك اسيد بقى اكتب، عشان كده قلت لو الفيتامين بي 12 ناقص يفضل في الشكل ده ويبقى اسمها فوليت تراب محجوز في شكل الميثايل تايلوكوين. اتحول للشكل ده، اعمل بيه ايه بقى في التشو؟ اقول له حاجه من الاثنين، لا اما يوزد استخدمه خلاص هو بقى اكتف فورم يعمل يوتيلايزيشن ويقلل الفانكشن بتاعه، لا اما اخزنه انا مش محتاجه دلوقتي اخزنه. طيب اخزنه اعمل فيه ايه؟ زي ما هو كده بس اقوم اخليه بولي جلوتاميت تاني. انا بقى اللي اعملها، لو انا هخزنه مش هشتغل بيه دلوقتي عشان افرقه عن الاكتف انزل له شويه جلوتاميك اسيد وارجع اكسرهم بقى لما احتاجه، يبقى احوله لبولي جلوتاميت. يبقى انا هكتب على البولي ده هو ده ايه؟ ستورج فورم. بس واحنا كده خلصنا السكه بتاعته ابزوربشن والترانسبورت والستورج. نقول لهم تاني، يبقى هو انا اكلته ازاي؟ بولي اتهضم وبقى مونو بالكونجوجيز دخل بقى اكتف، وبعد كده حطيت له مجموعه الميثايل ليه يتنقل بيها؟ اتنقل وراح للتشو. الميثايل اول ما يوصل للتشو بدات ترانسبورت فور، وصل بالميثايل اشيلها وارجعه تاني اكتف فور، لا اما استخدمه لا اما اخزنه، اخزنه اضيف له شويه ايه؟ جلوتاميك اسيد وارجع اشيلهم وقت ما ايه؟ ما عاوزه. خلاص كده؟ يبقى انا ده اتكلمنا على الايه؟ على الابزوربشن والترانسبورت والستورج. طيب
نيجي بقى على الفرش. نيجي على الفرش، الحاجات دي مهمة جدا. مهمة ليك يا دكتور بعد كده بغض النظر عن سنة تانية. يعني الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 دول هتاخدهم تاني في 5 وهتاخدهم تاني في 6 يعني هتقعد تاخدهم كتير قوي لان هم متعلقين بامراض كتير قوي. نيجي على الفانكشن، اول حاجه عاوزك تعرف الفانكشن الكلمه اللي احنا عاملين نقول عليها كل شويه دي اكتيفيشن. مش هتلاقيها مكتوبه عندك بس اكتبها. او انا على ممكن احنا قلناها بس مهمه. قبل ما يشتغل انا محتاج اعمل له اكتيفيشن. طيب ايه شرط الاكتيفيشن بتاع الفوليك اسيد؟ يلا قول له حاجتين. اول حاجه ان يبقى مونو جلوتاميت، ده سهل. ده الشرط الثاني 5 6 7 8 تترا هيدروفوليك. لازم بعد ما يبقى مونو اضيف الهيدروجين عند 5 و6 و7 و8. السؤال المهم ده، اضافه الهيدروجين دي بتحصل على خطوه واحده؟ اقول له لا. نكتب مع بعض المعادله دي. ادي فوليك اسيد اللي هو معندوش هيدروجين خالص. أول حاجة بيجي انزيم اسمه فوليك أسيد ريدكتيز. طبيعي يعني ما ده هيضيف هيدروجين يبقى هيعمل ريدكشن. يبقى فوليك أسيد ريدكتيز يعمل إيه ريدكتيز ده؟ يستخدم زي ما إحنا كلنا عارفين ناد بي اتش بلس اتش. إحنا عارفين إن الريدكتيز والهيدروكسيليز بيستخدموا الناد بي. ويتحول الناد بي ده لناد. لاد بي اس، لاد بي اتش بلس اتش تحول لاد بي. اخد الهيدروجينتين دول احطهم على الفوليك اسيد، كده الفوليك اسيد بقى اسمه ايه؟ تترا ولا داي؟ اول اثنين 5 و6 داي هيدروفوليت. دي اول حاجه، والانزيم اسمه ايه؟ اسمه فوليك اسيد ريدكتيز، فوليك اسيد ريدكتيز. طب وبعدين؟ وبعدين تيجي معادله ثانيه. انزيم جديد ريدكتيز برضه. ريدكتيز. وبرضه بيستخدم الناد بي اتش بلس اتش ويتحول لناد بي. سؤال بقى، الانزيم ده اسمه ايه؟ بالكامل ده اسمه كده فوليك اسيد ريدكتيز. ده اسمه ايه بقى؟ 5 6 داي هيدروفوليت ريدكتيز. فده ما بيشتغلش على الفوليك اسيد ريدكتيز تاني، بيشتغل على الداي هيدروفوليت. يحوله لايه؟ يحوله ل 5 6 7 8 تترا هيدروفوليت. يبقى لما يقول لي ريدكشن اوف الفوليك اسيد بيحصل على كام خطوه؟ اقول له خطوتين. بيحتاج كام ريدكتيز؟ اقول له بيحتاج 2، ريدكتيز بتاع الفوليك اسيد وريدكتيز تاني بتاع تيتر هيدروفوليك. بيحتاج كام ناد بي اتش بلس اتش؟ اقول له محتاج 2. سؤال، الراجل ده ليه علاقه بالفيتامين سي؟ كنا قلنا زمان كده فيتامين سي ليه علاقه بالدم بالار بي سيز في حاجتين. بيحافظ على الحديد في شكله المختزل اللي هو ريديوست اللي هو 2 عشان يعمل له ابزوربشن، صح كده؟ وبيحافظ بيعمل اكتيفيشن لمين؟ ها؟ للفوليك اسيد، لان احنا قلنا ان الفيتامين سي ده ريديوسنج ايجنت. يعني ممكن استخدمه بدل الناد بي دي، ممكن يديني هو هيدروجين بدل الناد بي. احنا قلنا ان الفيتامين سي مهم جدا في الاكتيفيشن اوف الفوليك اسيد. طيب يبقى دي المعلومه الاولانيه هنا. المعلومه الثانيه ايه بقى؟ في دواء بيتاخد كتير قوي وبيتسال في الامتحان في معهد الاوامر اللي جنبكم ده، اسمه ايه؟ اسمه ميثو تريكزيت. عليك اسمه وعليك تحفظه وعليك فيه سؤال. ميثو تريكزيت ده علاج كيماوي. الميثو تريكزيت ده علاج كيماوي. يعني ايه علاج كيماوي؟ يعني واحد عنده كانسر وهو العلاج ده بيتاخد عشان يموت الكانسر. الكانسر ببساطه عباره عن ايه؟ عباره عن خليه تقعد يحصل لها ديفيجن كتير قوي. بيسموه uncontrolled cell division. ده معنى كلمة كانسر. كانسر معناها uncontrolled cell division، خلية عمالة تنقسم تنقسم تكبر 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 تعمل ورم تعمل تكون تجمع من الخلايا. طيب السيل ديفيجن ده احنا هنعرف حالا ان اي سيل ديفيجن عشان يحصل محتاج الفوليك اسيد. وانتوا اخدتوا الكلام ده في سنة أولى لما كانوا بيكلموكوا على الـ RBCs. أي خلية عشان تنقسم محتاجة فوليك اسيد. فلما اسالك اقول لك الطبيعي جسمي الخلايا الطبيعيه ولا خليه الكانسر اللي تحتاج الفوليك اسيد اكتر؟ تقول لي خليه الكانسر مجنونه ومهووسه وكل شويه عماله تنقسم كتير جدا، يعني السيل ديفيجن بتاعها اعلى من الخليه الطبيعيه، يبقى استهلاكها للفوليك اسيد اعلى من استهلاك الخليه الطبيعيه. يبقى انا دلوقتي الخليه دي عشان تنقسم وتعمل الورم محتاجه الفوليك اسيد. او هم يجيبوا علاج اللي هو الميثوتريكزيت ده
يوقف الفوليك اسيد، يقول لها طب بصي بقى مش هديك الفوليك اسيد اللي انت بتخليه اللي انت محتاجاه عشان الانقسام ده. طيب الميثود الاكزيت ده عباره عن ايه؟ بيوقف الانزيم ده اللي هو اسمه ايه بقى؟ اللي هو اسمه داي هايدو فوليت ريدكتيز. يبقى الميثود الاكزيت ده انهبيتور لمين؟ انهبيتور للتاني ده مش الاولاني. انهبيتور الانزيم التاني ده اللي هو داي هايدو فوليت ريدكتيز. وبالتالي بيعمل ايه الانزيم دوت؟ اقول له بيعمل انكتيفيشن الدواء ده بقى لما يوقف الانزيم يعمل انكتيفيشن اوف الفوليك اسيد. وبالتالي يشتغل كايه؟ اقول له يشتغل ككيمو ثيرابي. كلمه كيمو ثيرابي اكتب جنبها علاج كيميائي او كيميائي. كيمو ثيرابي. تقول لي طب يا دكتور هو هيوقف الفوليك اسيد لخليه الكانسر ويسيب الخلايا الطبيعيه؟ لا، هو هيوقف الفوليك اسيد لجسمك كله. بس مين اللي هيتاثر اكتر من الثاني؟ الخليه اللي كان احتياجها للفوليك اسيد اعلى من الثاني اللي هي مين؟ خليه الكانسر. بس شعره هيقع وجلده هيكرمش وعظمه هيتعب وهيبقى بيتكسر وهيبقى جثه هامنه ما بيعرفش يعمل حاجه، وهو دي مشاكل العلاج الكبيره، ان هو بيأثر على خلايا الجسم كلها زي ما بيأثر على خليه الايه؟ الكانسر، وان كان تأثيره على خليه الكانسر اعلى. يبقى المعادله دي اعرف منها الدواء ده اللي هو اسمه ايه بقى؟ ميثوتريكزيت. والميثوتريكزيت ده كيمو ثيرابي ليه؟ اقول له عشان هو انهبيتور الايه؟ انهبيتور للقصه دي. طيب نيجي على الفانكشن بعد ما عرفنا الايه؟ الاكتيفيشن. نيجي على الفانكشن بتاعت الفوليك اسيد. الفانكشن بتاعت الفوليك اسيد سهله جدا بقى، احنا قلناها هو ليه شغلانه واحده بس. حد فاكر؟ بيشيل ايه؟ ها؟ 1 كربون يونت. سؤال في امتحان اخر السنه يجي يسالك كده يقول لك ديسكاس 1 كربون يونت ميتابوليزم. 1 كربون يونت ميتابوليزم. يعني ايه بقى ال 1 كربون يونت دي وايه الميتابوليزم بتاعها في جسمنا؟ اول حاجه هنعرف ثلاث عناوين. تكملت السؤال ده هنعرف في البروتين ان شاء الله، احنا هناخد هنا شويه حاجات وبقيت السؤال ده اللي هو وان كربون ميتابوليزم واحنا بنراجع هنضيف عليه حاجات من شابتر البروتين. اول حاجه نعرف هما مين دول؟ ايه الفورمز بتاعت الوان كربون؟ ايه الوان كربون الاثنين دي؟ ايه الكربون الاثنين دي؟ الحاجه الثانيه نعرف السورسز. طب بيجيبها منين الفوليك اسيد؟ هياخدها منين؟ وبعد كده نعرف الفيت او الامبورتنس بتاعتها. طب بيوديها فين؟ بعد كده نعرف حاجه اسمها الانتر كونفرجن، يعني بيتحولوا لبعض ازاي. يبقى لما يجي يقول لي وان كاربونيت ميتابوليزم لازم اكتب الاربع عناوين دول. طيب كلام سهل جدا بقى، نيجي على الفورمز. هكتب وانت تقول. ادي اول كربونه في اثنين اسمها ايه؟ اسمها ايه دي؟ ميثايل. ممكن ادي مجموعه ميثايل. طيب ادي ثاني كربونه في اثنين اسمها ايه؟ ميثيلين. ادي ثالث واحده في اثنين اسمها ايه؟ ميثينايل. ميثينايل دول كلهم قدام ميثايل وبعد كده ميثيلين وبعد كده ميثينايل. دول ثلاث كربونات ممكن الفوليك اسيد ينقلهم ياخدهم من مركب ويوديهم من مركب ثاني. طب في حاجه كمان اقول له سي اتش او، يعني اجي على سي اتش دي واضيف لها اكسجين كمان خلاص كده. دي اسمها ايه؟ دي في الكربوهيدرات اسمها الالدهيد جروب. هنا اسمها كده فورمويل. فورمويل جروب. طيب ممكن السي اتش دي، سي اتش دي بدل ما اضيف لها الاو اضيف لها مجموعه اسمها ان اتش. انتوا عارفين ال ان اتش 2 اسمها مجموعه الامينو صح؟ وال ان اتش اسمها ايه؟ امينو. كنا السنه اللي فاتت بنقول عليه كان في ان اتش امينو وكان في ان اتش 2 امينو. فالمركب ده بقى اسمه ايه بقى؟ ها؟ فور، لانه كان فيها جزء من الفورمويل فيسموها كده فور امينو جروب. فورم بدل الاو بقت ان اتش، فيقول له الفورمويل دي بقت عليها كمان مجموعه امينو، فيقول عليها كده فورم امينو جروب. يبقى انا عندي الكربون اللي بيتنقل من فوق اسيد خمسه، ما ينفعش تكتب اربعه. ميثايل، ميثيلين، ميثينايل، دول سهلين. لو او فورمويل. لو بدل الاو ان اتش هي امينو يبقى فورم امينو، فورم امينو جروب. طيب دول الخمس مجموعات اللي بيتنقلوا. بيجوا منين؟ اقول له رقم واحد. بيجوا من امينو، كل اللي بيجوا منه امينو اسيد، عشان كده بقول لك تكملها في البروتين. بس انت تحفظ هنا اول حاجه بيجوا من السيرين. السيرين ده هتعرف فيه معلومه مهمه جدا، ايه؟ ان هو الكومون سورس. اكتر امينو اسيد الفوليك اسيد بيشتغل عليه وياخد منه كربون. المعلومه الثانيه، السيرين ده بناخد منه اي مجموعه؟ السي اتش 2 اللي هي مجموعه الايه؟ اقول له اللي هي مجموعه الميثيلين دي.
خلاص كده؟ طب ازاي بقى بناخد منه سي اتش 2 وبنوديها فين؟ كل ده معادلات في البروتين، يعني هنعرف بقى بالمعادلات في البروتين القصه دي، بس انا دلوقتي عاوز اعرف ان اول حاجه ممكن نجيب سي اتش 2 ده من السي. طيب رقم 2 ناخد منين؟ اقول له من اخوه الجلايسين. طب الجلايسين ناخد منه ايه؟ اقول له برضه سي اتش 2. طيب رقم 3 الجلايسين ده ممكن يضاف عليه مجموعه ميثايل، بيسموه كده مونو ميثايل جلايسين، اسمه كده مونو ميثايل جلايسين، زي الجلايسين بالظبط، استخدم نفس الاستخدام. طب ممكن يضاف عليه مجموعتين ميثايل اسمه ايه؟ دار ميثايل جلايسين، زي الجلايسين بالظبط. تقريبا يعني انا اخدت دلوقتي السيرين والجلايسين وبعد كده حاجتين كده جايين من الجلايسين، مونو ميثايل ودار ميثايل. طيب بعد كده رقم 5 اقول له امينو اسيد مهم قوي اسمه تريبتوفان. تريبتوفان لما نروح للتريبتوفان ده هنعرف ان احنا بناخد منه مجموعه الايه؟ سي اتش او. اسمها ايه سي اتش او دي؟ عاوزك تحفظ بقى اسمها ايه؟ فورمويل. فورمويل. طيب اخر واحد اقول له امينو اسيد خطير جدا اسمه هيستيدين. هيستيدين هنعرف ان احنا بناخد منه الفورم مينو اللي هي سي اتش دبل بوند ان اتش. فورم مينو. يبقى انا عندي ثلاثة امينو اسيدز بيجي من او اسف اربعة بقى امينو اسيدز بيجي منهم الايه؟ بيجي منهم الكربون دوت. سيرين وجلايسين واخواته مش مهم، تريبتوفان وايه؟ وهيستيدين. ازاي؟ هنعرف في البروتين، انا بس عاوز السورس دلوقتي. مين الكومن كول الكومن سورس؟ اقول له الايه؟ السيرين. طب دول باخدهم اعمل فيهم ايه؟ اقول له بص سهلين جدا، واحد اكون الجلايسين واكون السيرين. بس عشان خاطر اكتبهم معكوسين هنا بقى، يعني ايه؟ يعني ما تكتب واحد هنا السيرين واثنين هنا الجلايسين، تقوم تكتب هنا الجلايسين وهنا السيرين. يقول الدكتور يفهم انت فاهم، عارف احنا هنعمل ايه في البروتين؟ هنيجي عندنا امينو اسيد اسمه سيرين، وجسمنا ما فيهوش جلايسين، نعمل ايه؟ اخد من السيرين سي اتش 2 اروح اعمل بيها جلايسين. طب افرض انا عندي الجلايسين موجود في جسمي، ثالث حاجه فيها جلايسين، واللي ناقص عندي السيرين، اعمل ايه؟ اخد منه سي اتش 2 اروح اعمل بيها السيرين. وهناخد سؤال كده، ليه الجلايسين والسيرين دول انتر كونفرتبل لبعض؟ يعني لو عندك سيرين تعمل جلايسين وعندك جلايسين تعمل سيرين، مين الواصله؟ اقول له الواصله الفوليك اسيد. فانت لما تكتب هنا سيرين تقول لي هنا هعمل منه جلايسين، ولما تكتب هنا جلايسين تقول لي هعمل منه ايه؟ سيرين. طيب تالت حاجه مين كمان بستخدمه الفوليك اسيد؟ اقول له الميثيونين. الميثيونين مش احنا قلنا الميثيونين ده عاوز مجموعه ميثايل؟ طب ما هو ممكن الميثيونين هنا لو شايل الميثايل، الميثايل فوليك اسيد تستخدمه في الميثيونين. يبقى ثلاثه امينو اسيدز بس هنا بستخدم فيهم الفوليك اسيد. بس بص رقم اربعه دي او خمسه اربعه بقى الاول. ثايامين. مين الثايامين ده؟ مين ده؟ ده التي بتاعت الدي ام مين؟ عارفين الدي والجي والسي والتي؟ ده التي بقى. التي دي كانت بيورين ولا بيريميدين؟ كان البيريميدين، كان البيورين الاي والجي وكان البيريميدين التي والسي واليو، صح كده؟ يبقى دي ايه؟ ها؟ يبقى دي بيريميدين. بص رقم خمسه واخر حاجه، وكل البيورينز اللي هم الاي والجي. يبقى انا عشان اكون واحنا هناخد ده في اخر شرطه خالص، عشان اكون الثايامين التي محتاج الفوليك اسيد، محتاج الكربون ده. عشان اكون الاي والجي محتاج، يعني انا عشان اكون في الاخر الخلاصه يعني الدي ان ايه محتاج الفوليك اسيد. يعني انا عشان اعمل سيل ديفيجن، ما هو مفيش سيل ديفيجن من غير حاجه اسمها ريبليكيشن كنا بناخدها السنه اللي فاتت، الاول اضاعف الدي ان ايه وبعد كده اقسم، يبقى مش محتاج، يبقى انا محتاج في السيل ديفيجن الدي ان ايه، ومحتاج في الدي ان ايه التي والاي والجي، ومحتاج فيهم الايه؟ الفوليك اسيد. طيب يبقى ده الفيت. يبقى ثلاثه امينو اسيدز والحاجات بتاعت الدي ان ايه. طب نيجي على الانتر كونفرجن. ايه الانتر كونفرجن ده؟ اكتر حاجه بتتشال على الفوليك اسيد هي دي. اسم بقى معانا المخطط ده عشان مش مسموع عندك ومهم جدا. يعني اكتر، انا قلت الكومنست سورس مين؟ سي. باخد منه ايه؟ السي اتش 2. السؤال هو انا لما اقول لك سي اتش 2 كده تكتب هنا ان كام؟ الدراع الاولاني ان 5 وتكتب هنا ان كام؟ ان 10. وتبقى فاهم ان السيرين دي دلوقتي متشاله اسمها كده ان 5 ان 10 ميثيلين تترا هيدروفولين. طيب لو انا عندي فوليك اسيد شايل البتاع دي ممكن دي تتحول جوه الفوليك اسيد؟ اقول له ايه رايك نعمل لها اوكسيديشن مره ونعمل لها ريدكشن مره؟ لو انا عملت دي اول حاجه عملت لها ريدكشن. ريدكشن يعني ايه؟ هضيف هيدروجين
تتحول لايه؟ اقول له تتحول لسي اتش سي. يبقى ممكن السي اتش تقول على الفوليك اسيد وهو ماشي كده نعمل لها ريدكشن تقوم تتحول لسي اتش سي. السؤال السي اتش سي دي هتبقى متشال على كام؟ تقول لي ان 5 اور ان 10. يا اما تتشال على دي بقى يا اما تتشال ما مش هحتاج الاثنين محتاج واحده بس. يبقى ممكن السي اتش 2 دي اللي هي كانت متعلقه تتحول لسي اتش 3. طب ممكن نعمل اوكسيديشن؟ اقول له اه ممكن نعمل اوكسيديشن. طب نعمل اوكسيديشن يعني ايه؟ اقول له يعني اشيل هيدروجينه، هنا ضفت هيدروجينه شيل هيدروجينه فتقوم السي اتش 2 تتحول لايه؟ سي اتش. محتاجه ايه؟ اقول له محتاجه بقى 3 دبل بونز. طيب 3 دبل بونز يعني تتشال عند مين؟ اقول له نفس الكلام عند ان 5 وعند ان 10. بس هنزود بوند وتبقى بوزيتيف ديتشارج. طيب جميل، يبقى انا ممكن مجموعه الميثيلين دي تتحول لميثايل وتتحول لايه؟ ميثينايل. السؤال الميثينايل دي بقى ممكن تتحول لحاجه؟ اقول له اه. اشمعنى هي؟ ممكن اضيف عليها اكسجين. ممكن دي اضيف عليها اكسجين. تقوم تتحول لايه؟ اقول له تتحول لحاجه اسمها سي اتش او. سي اتش او. وتبقى دي محتاجه بوند واحده ترجع تاني لان يا اما ان 5 يا اما ان كام؟ يا اما ان 10 فور مويه. وممكن السي اتش دي بدل ما اضيف لها اكسجينه اخليها كده تبقى سي اتش مع الدبل بوند اقوم حاطط ان اتش اللي هي مجموعه الامينو. يبقى ممكن الميثينايل تتحول لحاجه اسمها ايه؟ فور مويه. وممكن تتحول للشكل الاخير اللي هو الفورم ايه؟ الفورم مين؟ برضه اللي هو ده ممكن ان 5 اور ان 10 ومش محتاج الاثنين. يبقى الفايده من القصه دي ايه؟ ان انا اقول لك لو انا بس حصلت على دي اللي هي سي اتش 2 ده اهي ممكن اجيب منها اي مجموعه انا محتاجها بعد كده. يبقى انا لو اخدت من السيرين السي اتش 2 ده اهي ممكن بعد كده في البروتين هنعرف اي مجموعه انا اقدر احول السي اتش 2 دي لاي واحده منهم. دي اسمها الانتر الانتر ايه؟ الانتر كونفرجن. اما يجي يقول لي 1 كاربون يونت اقول له اول حاجه ايه الفورمز بتوعهم؟ ايه السورسز؟ وبعد كده بيروحوا فين؟ وبعد كده ايه الايه؟ الانتر كونفرجن. طيب نيجي لاخر حاجه الديفيشنسي نقص الفوليك اسيد. ما فيهوش اي كلام بقى زياده لان احنا قلناكم اوريدي في فيتامين بي 12. كل اللي فاضل بقى كلام سهل خالص. نيجي بقى للديفيشنسي بتاعه. هنقول الكوزس وبعد كده المانيفستيشنز وبعد كده الدايجنوزز نشخص ازاي. اول حاجه الكومنست كوز اوف الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. مش مذاكرين حاجه في امتحان فيسيولوجي صح؟ امتى؟ يوم الاحد جاي في امتحان فيسيولوجي؟ والله؟ يوم الاثنين في امتحان بقى وشكرا. يوم الاثنين يوم الاثنين بعد الكليه نقعد لغايه 5 6 7 هنأجز بقى بس انا هأجز بقى. يوم الاثنين يوم الاثنين اللي جاي في امتحان خلاص كده في امتحان فيتامين وبايولوجيتك شفت. بص انا هقول حاجه بس. طب نخلص الاول نخلص ايه الكوزز بقى؟ ايه 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 الكوز بتاع فيتامين بي 12 اللي قلت المره اللي فاتت؟ لازم يجي رقم واحد ما كانش اثنين الابزوربشن. هنا بقى اللي كده رقم واحد ان قلل الانتيك. اللي كده رقم واحد هنا قلل الانتيك ليه بقى؟ الفوليك اسيد من اقل الفيتامينز اللي موجوده في الدايت، يعني الواحد لو الغذاء بتاعه مش مظبوط يحصل فوليك اسيد ديفيشنسي. عشان كده بيكتبوا بيقولوا ان الفوليك اسيد ده هو الكومون فيتامين ديفيشنسي. اكتر حاجه هتشوف فيها فيتامين ديفيشنسي هو الفوليك اسيد ده. واكتر فيتامين بيتكتب في الادويه بتاعتنا ست حامل بيكتبوا لها فيتامين، واحد عنده انيميا بيكتبوا لها فوليك اسيد، اي حد كده تعبان شويه يكتبوا له فوليك اسيد. لان الفوليك اسيد مش وايد ديستريبيوتد في الايه؟ في الدايت زي الفيتامين بي 12، وبالتالي من اكتر الحاجات اللي تسبب نقصه ان الواحد ما بياكلش كويس. ده اول حاجه، يبقى هنا الانتيك اللي كتب هناك اخر حاجه يتكتب هنا اول حاجه. طيب رقم اثنين وبنفس الاهميه بتاعت واحد كده زياده الدمر. في واحد في ناس بقى كده مشهورين جدا خلاص كده محتاجين الفيتامين الفوليك اسيد كتير قوي، مين هم؟
اقول له اي واحد بيعمل سيل ديفيجن عالي، ما هو شغلة الفوليك اسيد سيل ديفيجن. كل اللي بيعملوا سيل ديفيجن بريت عالي قوي هم دول محتاجين فوليك اسيد. عد معايا بقى مين؟ اكيد البريجننت، يبقى في البريجننسي، واكيد الطفل وهو بينمو يبقى في التشايلد. مين كمان؟ دول كل الناس حافظاها، بريجننسي وتشايلد. مين بيعمل سيل ديفيجن عالي جدا؟ كانسر بالظبط. طول يا دكتور طبعا انا في عيان الكانسر ده انا هديله الفوليك اسيد ولا همنعه عشان ما يحصلش الكانسر؟ مش شرط، ما يمكن ما يبقى مش طريقه علاجي ان انا امنعه من الفوليك، ممكن اعمل اخش اشيل الورم، مش ده طريقه علاج الكانسر؟ مش لازم اموت جسمه كله، يعني في واحد عنده كانسر وتلاقيه كاتب له فوليك اسيد، لان انا هعالجه بطريقه ثانيه، ما انا عندي 50 طريقه، بس لو كانت طريقه علاجه ان انا احرمه من الفوليك اسيد خلاص يبقى انا كده ايه كتبت روشته الوفاه بتاعته بقى. يعني انا كتبت له قلت له انت هتموت بالكانسر بتاعك خلاص كده، يعني الكيموثيرابي ده مش علاج كويس قوي ان انا امنع الفوليك اسيد، بس انا ممكن في حاله الكانسر عشان اسيبه يعيش كويس في المقابل ان انا هعالج الكانسر بطريقه ثانيه اكتب الفوليك اسيد ده لانه بيبقى عنده نقص فيه. ايه كمان؟ سيل ديفيجن عالي جدا، هيموليتيك انيميا، صح كده؟ كل عيانين الانيميا بيتكتب لهم فوليك اسيد وبالذات الهيموليتيك. الجسيس بتتكسر وبنعمل جديد، نعمل جديد، نعمل جديد، هيموليتيك انيميا. ايه كمان؟ الاسباب دي مهمه جدا لازم تحفظ ما تسيبش واحده. فيتامين بي 12 ديفيشنسي. احنا قلنا من شويه الفيتامين بي 12 يعمل ايه؟ ها؟ يعمل حاجه اسمها فوليت تراب. وبالتالي محتاج ازود الفيتامين الفوليك اسيد خلاص كده، لان في اصلا فوليك اسيد ديفيشنسي. يبقى انا قلت الفيتامين بي 12 بينقص الفوليك اسيد، يبقى كل دي حاجات ممكن تعمل ايه؟ فيتامين الفوليك اسيد ديفيشنسي. ايه كمان بقى؟ بعد كده اقول له مال، قلنا واحنا بنشرح ابزوربشن سندروم، الخلايا مش هتعرف تكسر البولي تخليه مونو وبالتالي مش هيحصل ابزوربشن، يبقى مال ابزوربشن ايه؟ مال ابزوربشن سندروم. اخر حاجه دي مش مهمه، فيلير اوف اليوتيلايزيشن، يعني حاجه وقفته. قلنا واحده ده اسمه ميثو تريكزيت، مش احنا قلنا الميثو تريكزيت حتى لو بتدي فوليك اسيد وبتدي معاه الميثو تريكزيت ملوش لازمه الفوليك اسيد. ايه كمان؟ الالكوحوليكس. الالكحول من الحاجات اللي بتعمل ان اكتيفيشن للفوليك اسيد، فالالكحوليكس والميثوتريكزيت اللي هم عينين كانسر دول يحصل عندهم القصه دي. طيب بسرعه كده بقى، هو الفوليك اسيد لما ينقص يحصل ايه؟ سيل هي كلمه دي تتحفظ خلاص كده، سيل ديفيجن في مشكله. يلا قول لي على مستوى الهيمو بويسز الراجل ده يبقى عنده ايه؟ نوع الانيميا اللي عنده اسمها ايه؟ قلناها المره اللي فاتت اسمها ميجالو بلاستيك، صح كده؟ ماكروسيتيك. يبقى الراجل ده عنده ماكروسيتيك انيميا، ماكروسيتيك انيميا خلايا الار بي سيز بتفضل كبيره كده وجواها النيوكلس بتاعتها وما بتحصلهاش ماتيوريشن، مفيش سيل ديفيجن، يبقى ميجالو بلاستيك انيميا. طب سؤال، هو هنا بقى لو الفيتامين الفوليك اسيد ناقص قوي الوايت بلاد سيلز اتاثر والبليت اتاثر واي حاجه مش دول كلهم محتاجين ديفيجن، يحصل حاجه اسمها بان سايتو بينيا. الكلمة دي مهمة جدا. اسمها ايه بقى؟ بانسايتوبينيا. بينيا كلنا عارفين على النقص. وسايتو خلايا، خلايا الدم، يبقى نقص خلايا الدم، بان كلها. يعني العيان ده عنده ثلاث حاجات. عنده انيميا اسمها ميجالوبلاستيك انيميا. وعنده نقص في الصفائح الدموية اسمها ثرومبوسايتوبينيا. صح كده؟ وعنده نقص في الوايت بلاد سيلز سموها ليكوبينيا. لوكيميا عكسها، لوكيميا يعني ايه؟ حصل ديفيجن كتير قوي ده كانسر. يبقى اما اجي اقول بان سايتوبينيا ده بس بالفوليك اسيد مش اثر على الديفيجن بتاع دي، وان كان دي اول واحده تتاثر تتغير كله بقى، يعني الار بي سيز باظت والبليتلز باظت والوايت بلاد سيلز باظت، ما بقاش فيه ديفيجن. يبقى دي اول حاجه على مستوى البلاد. طيب انا قلت المره اللي فاتت تاني تشو في سيل ديفيجن عالي جدا بعد البون مارو وبعد البلاد اسمه ايه؟ ها؟ جي اي تي، صح كده؟ قلنا ان الجي اي تي دي كلها الاستومك بقى والتنازل كده من فوق لتحت، الجي اي تي كلها محتاجه سيل ديفيجن. وبالتالي يحصل ايه؟ اقول يحصل حاجه اسمها الانفلاميشنز بقى، انفلاميشن اوف الجي اي تي. من اول الطنج بقى الجولوسايتس وبعد كده الجاسترايتس وبعد كده الانترايتس، كل الميكوزا بتاعت الجي اي تي اللي هي محتاجه ديفيجن عالي، كل ده بيبان هنا قوي لو زاد بحاجه اسمها ايه؟ اتروفيك تانج.
انتوا طبعا اساتذه دلوقتي خدتوا الهيد والنك وعارفين ان الطنج ده مش اساسا هو خدتش الهيد مش عارفين ان الطنج ده في حاجه اسمها بابيلي صح كده؟ بابيلي والبابيلي دي عباره عن فولدد ميكوزا وبالتالي لما الميكوزا دي كده فولدد معناه ان هي كتير والكتير ده محتاج سيل ديفيجن لما يبقى مفيش سيل ديفيجن الطنج ده لما الواحد يبص عليه كده عند العيان اللي هي ممسوح يعني ايه؟ يعني ناعم خالص كده ما فيهوش البابيلي دي يسموه جليزد طنج ممسوح او اتروفيك طنج يبقى دي من الحاجات اللي بتشخص الايه؟ الفوليك اسيد نفس الكلام هنا طيب تالت حاجه كل الجروث بقى يتاثر كل الجروث بتاع الجسم وبالذات في التشايلد يتاثر لان كل ستيل ديفيجن يبقى هو بالترتيب كده بيظهر اول حاجه البون ماو والتاثير عليه وبعد كده الجي اي تي والتاثير عليه وبعد كده ده ياثر على الجروث بتاع الايه؟ بتاع الجسم كله ها نشخصه ازاي؟ اقيسه في السيرم زي الفيتامين بي 12 كده شوف نسبته صعبه ممكن نقيسها في الار بي سيز صعبه برضه ممكن نعمل حاجه اسمها فورم امينو جلوتاميت تيست التيست ده بيجي لك في الامتحان كتير قوي لان احنا هناخده في البروتين بالتفصيل اسمه فورم امينو جلوتاميت تيست في حصه الامتحان احنا هنجمع الرجال اساميهم وهنجمع اسامي التستات المهمه يعني فورم امينو جلوتاميت تيست احنا خدنا وقفه حاجه اسمها شيلينج تيست بتاع الفيتامين بي 12 هنا في حاجه اسمها فورم امينو جلوتاميت تيست ده هناخده بالتفصيل في البروتين ده برضه نفس الكلام بيقيس الايه الليفل بتاع الفوليك اسيد في البلد ليه بقى فورم امينو والكلام ده كله هنعرف ان شاء الله لما يلا